يكون زاد من الأمان في محيط العاصمة دمشق، وأيضا يعني دارية هي تلامس عدد من وتقع على حدود عدد من الشوارع والاسترادات الرئيسية، إن كان المتحلق الجنوبي أو طريق درعا القنيطرة. يعني اليوم سيطرة الجيش ودخوله على كامل هذه المنطقة يكون قد يعني جنب هذه المناطق أي محاولات، يعني إن كان في تهديد أمن هذه الطرقات أو غير ذلك، وبالتالي الجيش يعني يكون في المنطقة أو في الريف الغربي لمدينة لغوطة دمشق، يكون بالتالي أمنه بالكامل ما عدا خان الشيح والمعظمية التي هي بطبيعة الأحوال ضمن اتفاق المصالحة الذي يعني تم الاتفاق عليه في مطلع السنة الحالية. ويعني أريد أن أريكم بعض الصور لسيارات الهلال الأحمر الآن تتوجه إلى داخل دارية، على الأغلب هي تستعد للدخول لتجهيز الآليات المناسبة لإخراج المسلحين، كما نشاهد بالصور الآن تدخل عدد من السيارات. نعم نعم فتاة. نعم نعم بالتأكيد.